إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأهل بيته وعترته وأزواجه وصحابه كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الرداء وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل انقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم التقيا على سفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت منزينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتاب يا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إلا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما أطهر فطات في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقم ولما انتقل نور نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تغليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وذهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال
يبشرونها بالذفر بغاية المنى. ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنى. وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسناء. وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا. واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة. تلألأ الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا. فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غديم. هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خنعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غديم. بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد. ولدته مختونا
ومكحوا لنك ما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى ما راح طير في الغصون يغرد يا رب صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته صلى الله عليه وسلم مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مخدون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من زنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر تستم من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا فيها خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل ابني وناوله لصاحب الدست وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق السبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خامدت قبل ذلك بألف عام وارتدت إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغالت بحيرة سابا وأصبحت أصنام الدنيا كلها موكوسا ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلد صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب الصاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم ولما رأوا ذلك أبدوا حزنا والتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد كثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأوشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيا صانب العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب تنكست مقلوبا فماذاك قل لنا فمن حزننا قد دارت العير بالصحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب. فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحبي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم. فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك. قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج فزمن قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منزينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا ماحي لا يمنعنا من ظروف الدم والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محب من رأين الذنب والحرج سبكم والله لم مخيب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل يا ربي على الهادي للسبيل الحق والفرج خالقنا الله رازقنا قليل الحاجات من طلبه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فارحم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يحزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا
بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت من أعطى الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حليت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت بنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد آياته والمعجزات كثيرة
شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد والوحش والأشتار قصدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن الأسير سقى وأطعم جيشه اعتقت فهو يسيره لم ينفذي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم موعدي أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع سلامي سرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتصفي الأسقام وتعافي الآلاء وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم النافع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء
وحتى تبنا بنورك من سر عدونا وسر الملعون ومن سر الوباء والطاعون. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما مدحنا هدية إلى حضرة نبينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب لبنا وثمرة فؤادنا ومهم أمرنا وآخذ أيدينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا رب العالمين. وإلى أرواح آله وأهل بيته وعترته وأزواجه وأصحابه وإلى أرواح مشايخنا كلهم من جهة شيخنا وسندنا وقطبنا ونور بلادنا وحدقة أعيننا سيد منور شاه صاحب بابا قدس الله صلى العزيز بين حضرتي أبيه وأمه وإلى أرواح من تعلقوا به من أهل الولاية والسيادة والشهادة والخير كلهم أجمعين. اللهم ارفع درجاتهم بحقه وبحقوقهم بارك لنا فيما نقصد فيه يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والراحة والطمأنينة في جميع أمورنا وفيما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في زيارتنا هذه، اللهم بارك لنا في دعائنا هذا وفي آميننا بركة تامة ببركته يا رب العالمين. اللهم إني قبولك تنبراني بابن البرك الله يوغن الشفاك الله أرنج سيدة أرياد سيدة رهسما يسمب ويسا فرسما يسمب ويسا إلا تتوتن ونندك الريخ يليدي ما باك تنبراني. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറപ്പേ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ. അല്ലാ പരിപൂർണ റാഹത്തിലും വിജയത്തിലുമാക്കണേ. അല്ലാ ചീരണി തന്നവർ റബ്ബേയും മജ്ലിസ്ലാമീൻ പറയുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് ഹസ്സിലാക്കുക. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ പടച്ചതമ്പുരാനെ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ, നീ അത് നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഹാസിദിന്റെ ഹാസിദിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ. അല്ലാ മക്കറിന്റെ മക്കറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ. അല്ലാ ദാലിമിന്റെ ദുൽമിൽ നിന്ന് കാക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നിന്റെ മഹബ്ബത്തിൽ ചേർക്കണേ. അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹബ്ബത്തിൽ ചേർക്കണേ. അല്ലാ മഹാനവറുകളുടെ റബ്ബേ ഹിഫ്ളുൽ ഹിമായത്തിൽ ചേർക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ശിഫയാക്കണേ. അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ. അല്ലാ വിദേശത്ത് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഖൈറായ കവാടം തുറക്കണേ. അല്ലാ വീടുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എളുപ്പമാക്കുക. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പലിശക്കിണിയിൽ പെട്ടവർ ലോണിൽ കുടുങ്ങിയവർ കരകെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തൊഴിലിൽ എല്ലാത്തിലും ബറക്കത്ത് നൽകുക. അല്ലാ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ട് കുടുംബത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ മക്കളാവല്ല. അല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ. അല്ലാ ഏത് പൊട്ടാത്ത സിഹറും നീ പൊട്ടിച്ച് കളയണേ. അല്ലാ എത്ര വലിയ കണ്ണേറും റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തേച്ചു മാച്ചു കളയണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാന് റൂഹ് പിരിയും വരെ നിന്റെ ഹബീബിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ നീ ചേർക്കണം. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കുക. അല്ലാ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുക. അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരെല്ലാവരുടെയും ഖബർ വിശാലമാക്കണേ. അല്ലാ റബ്ബനാതിന ഫി ദുനിയ ഹസനതം വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതം വ ഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ ദീനിയായ പുരോഗതി നൽകണേ. അല്ലാ റബ്ബന റഹംഹും കമാ റബ്ബുന സ്വാറ ബി ഫളി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.